أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المتجددين. السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. في مطلع حديثنا وفي ظل هذه الذكرى الميمونة، لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات التبليغات والتهاني بمقام النبوة والعصمة ولزعماء الأمة من فقهائنا الأجلاء ولشيعة أهل البيت أينما كانوا، في ظل ذكرى ولادة الإمام الرؤوف عليه السلام، سائلنا المولى تبارك وتعالى أن يتغشانا بأوقات هذه الذكرى وبركاتها، إنه على كل شيء قدير. وقفة وإطلالة على جنبة من جنبات حياة إمامنا علي بن موسى رضا عليه السلام، وجميع جنبات حياته تعتبر محطة تستحق أن يتأمل فيها المتأمل وأن يتفكر فيها المتفكر. ولكن حديثنا الليلة سيكون حول الأبوة المعنوية وأدوارها في حياة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل 14 قرن وقف النبي صلى الله عليه وآله ليخاطب علياً عليه السلام فيقول: يا علي، أنا وأنت أبواء هذه الأمة. الأبوة هنا ليست بالأبوة الرحمية، ولكن الأبوة المعنوية التي تقوم على أساس روابط الدين وقوائم الإيمان. وقد علمنا أبوة النبي صلى الله عليه وآله، فكيف هي أبوة علي عليه السلام؟ الخطاب لعلي ليس على نحو شخصه، بل بلحاظ منواله. علي عليه السلام شخص تسلم منصب الإمام، وهذا المنصب يتنقل منه إلى الحسن والحسين، وانتهاء بصاحب الأمر أجل الله فرجه الشريف. النبي عندما يقول أنا وأنت أبواء هذه الأمة، أنا بلحاظ النبوة وأنت بلحاظ الإمامة، والإمامة تتحرك في أعقاب ذراري رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه. فالأبوة بدأت من رسول الله وانتهت عند صاحب الأمر روحي فداء. وعليه فالإمام الضامن الثامن الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام، لما كان في مقام الإمامة وحلقة أصيلة في سلسلة المعصومين، فهو أيضاً يعتبر أباً للأمة. هذه الأبوة تقتضي أن يقف الإمام عليه السلام موجهاً مرشداً مصححاً لمسيرة أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل وللأمة قائماً. ومن أبرز الروايات التي يرويها المجلسي في بحاره ويرويها الكليني في الكافي، ورواها أيضا صاحب كتاب الاحتجاج وهو الطبرسي، رواية رائعة في
فيها عبر متعددة ينبغي أن نقف عندها. جاء في النص كما جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي وفي البحار، يقول لما جعل أو جعل إلى علي بن موسى الرضا عليه السلام ولاية العهد، دخل عليه خادمه فقال: إن قوما بالباب يستأذنون عليك يقولون نحن من شيعة علي. تأملوا جيدا أن الذي جاء يطرق باب دار الإمام يقول أنه من شيعة علي. هذا العنوان عنوان خطير، أن تنسب نفسك لمقام التشيع وتنسب نفسك لعلي عليه السلام، هذه دعوة تحتاج إلى برهنة وتحتاج إلى إثبات. وقفوا قالوا للخالد: قل للإمام أننا قوم من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام. فجاء الخالد فأخبر الإمام أن قوما على الباب، لاحظوا أن قوما على الباب يقولون أنهم من شيعة علي بن أبي طالب. فقال الإمام عليه السلام: قل لهم أنا مشغول فاصرفهم. صرفهم فعالوا مرة أخرى. يقول: فلما كان في اليوم الثاني جاءوا وقالوا كذلك، فقال مثلها فصرفهم، عادوا فصرفهم. تقول الرواية، رواية طويلة وأسلط الضوء على محل الشاهد، إلى أن صرفهم وجاءوا وصرفهم وقالوا للحاجب: قل لمولانا إنا شيعة أبيك، إنا شيعة أبيك علي بن أبي طالب وقد شمت بنا أعداؤنا. رواية تقول فصرفهم شهرين متتابعين. تخيل على مدار شهرين يأتون إلى الإمام ويصرفهم الإمام. فقالوا هذه المقولة، قالوا للخادم: قل للإمام نحن شيعة أبيك علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد شمت بنا أعداؤنا في حجابك لنا، ونحن ننصرف هذه الكربة ونهرب من بلدنا خجلا، نستحي نرجع إلى ديارنا. ويقولون إمام زمانهم حجبهم عن اللقاء فخافوا، فما كان من الإمام إلا أن أدخلهم وأذن لهم. فلما دخلوا وقفوا والإمام جالس، فوقفوا في محلهم ولم يأذن لهم بعد. فنظروا إلى الإمام فقالوا: يا ابن رسول الله، ما هذا الجفاء؟ ما عهدوا من الإمام هذه المعاملة؟ يا ابن رسول الله، ما هذا الجفاء؟ لذنب اقترفنا؟ لماذا هذه المعاملة؟ وإذا بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: اقرأوا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما اقتديت إلا بربي عز وجل فيكم وبرسول الله وبأمير المؤمنين عليه السلام. قالوا: لماذا يا ابن رسول الله؟ هنا يقدموا معي. فقال عليه السلام: لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويحكم إنما شيعته الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقدار وعمار ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره ولم يرتكبوا شيئا من فنون زواجره، فأما أنتم
إنما قلتم أنكم من شيعته وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، مقصرون في كثير من الفرائض، ومتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، وتتقون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية حيث لا بد من التقية. لو قلتم، لاحظوا ترشيد الإمام، لا تقولوا من شيعة علي، لو قلتم، ماذا نقول؟ لو قلتم، لاحظوا، لو قلتم أنكم موالوه ومحبوه والموالون لأوليائه، رتبة بعد ألوان، إما أن تكونوا محبون له أو محبو محبيه. لاحظوا، مواليه لأوليائه والمعادين لأعدائه، لم أنكره من قولكم، ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها. إن لم تصدقوا قولكم بفعلكم إلا أن تتداركم رحمة من ربكم. يعني أخطأتم خطأ كبيرا وادعيتم مرتبة لستم أهلا لها. قالوا يا ابن رسول الله، فإنا نستغفر الله ونتوب إليه من قولنا. سؤال، ماذا قالوا؟ أنهم شيعة لعلي بن أبي طالب. لو أعدنا السؤال علينا نحن في هذا الزمان، نساء، رجال، صغار، كبار، سنقولها بفم ماذا؟ الآن نحن شيعة علي، ولكن لا نعرف العواقب. يقول: فلما قال لهم الإمام ذلك قالوا يا ابن رسول الله، فإنا نستغفر الله ونتوب إليه من قولنا، بل نقول، تنزلوا في خطابهم، كما علمتنا مولانا، نحن محبوكم ومحبو أوليائكم ومعان أعدائكم. أنت شايف في القرآن يقول الله عز وجل: قالت الأعراب شنو؟ آمنا بالإيمان، رتبة فوق الإسلام. قال ماذا خاطبه الله؟ قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. لا يدعي أحدنا رتبة فوق رتبته، ولا يعمل لتزكية نفسه فيسعى بأن يضع نفسه في غير موضعها. الإمام من منطلق كونه مربي ومهذب وأب الأمة، فأراد بيان خطئهم فرشد سلوكهم، فقالوا نحن محبوك ومحبو محبيك وأعداء أعدائك، إلى أن قام لهم الإمام، تقول الرواية، فقام لهم ورحب بهم وقال: فمرحبا بكم يا إخواني وأهل ودي، ارتفعوا ارتفعوا، يعني تدنوا تدنوا. لاحظ خطاب الإمام، فما زال يرفعهم حتى ألصقهم بنفسه. شوف إلى أي درجة. هذا معناه مو بغض من الإمام لهم، ولكن كلام أب موجها مسدد، فلا زال يقربهم حتى ألصقهم بنفسه، وتفقد أمورهم وأمور عيالهم، فأوسعهم بنفقات ومبرات وصلات، وأعطاهم ما أعطاهم. رواية ما شاء الله رائعة، تحتاج منا التدبر والتمعن جيدا، ولهذا فيها مجموعة من الدروس نقف معها. الدرس الأول: بيان مقام مرتبة التشيع. فالتشيع مرتبة عظيمة. الإيمان في الإسلام يقسم إلى نوعين: إيمان بالمعنى العام وإيمان بالمعنى أخص. الإيمان بالمعنى العام يتحصل عليه المؤمن بأن ينطق الشهادتين فيكون مؤمن. أما الإيمان بالمعنى الأخص هو التشيع، والذي لا يتحصل للمؤمن إلا بالإيمان بالولاية.
وهذه المرتبة مرتبة عظيمة لا يتهاون بها المؤمن. نحن في سائر أوقاتنا نقول نحن شيعة علي ونفاخر بذلك. نعم نحن مرتبطون بولايته، ولكن علينا أن نعلم أن الولاية مراتب، وأن الارتباط بأهل البيت درجات. ولهذا لبيان هذه المرتبة عمار الدهني من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام يوم من الأيام جاء به ليكون شاهداً عند قاضي العامة ابن أبي ليلى. فلما رآه ابن أبي ليلى ماذا قال له؟ عمار عالم ومحدث وراوي ومن تلامذة الإمام الصادق، ما أن رآه ابن أبي ليلى يعلم أنه يتكلم بين يدي فقيه، يتكلم بين يدي عالم، فرد شهادته. ما قبلوا شهادته، تتوقعون لماذا؟ شنو السبب؟ العدالة مختلة؟ ما هي الأسباب؟ تقول الرواية: فلما رآه القاضي ابن أبي ليلى قال: قم يا عمار، جاء شاهدا، قم يا عمار فقد عرفناك لا تقبل شهادتك، لا تقبل شهادتك لأنك رافضي. السبب لأن شنو؟ رافضي ما تقبل شهادة. فقاضي العامة ابن أبي ليلى أراد أن يصرفه وهو يعلم من هو عمار، فلما قال له قم فأنت رافضي، ماذا حل بعمار؟ تقول رواية: فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفرأه البكاء، قام يصيح يبكي. فقال له ابن أبي ليلى: أنت رجل من أهل العلم والحبيب، إن كان يسوءك أن يقال لك رافضي فتبرأ من الرفض فأنت من إخوان. يظن بأنه لما وسمه بعنوان رافضي أخذ يبكي، قال طيب اترك الرفض وتعال إلنا، تكون أخا من إخواننا. فزاد بكاء عمار، زاد بكاءك، فزاد بكاء عمار. فقال: يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت، ولكن بكيت عليك وعليك. إذن البكاء من أجل ابن أبي ليلى من جانب، وبكاؤه على نفسه من جانب آخر. كيف؟ قال: أما بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها، زعمت أني رافضي. ويحك ويحك، لقد حدثني الصادق عليه السلام أن أول من سمي بالرافضة السحرة الذين شاهدوا آية موسى في عصاه، آمنوا به واتبعوه ورفضوا أمر فرعون واستسلموا لكل ما نزل بهم. فاقض ما أنت قاض. فسماهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه. فالرافضي كل من رفض جميع ما كرهه الله وفعل كل ما أمره الله. هذا عمار الدهني يخاطب فقيها من فقهاء العامة. فأين نحن يقول عمر، فأين في هذا الزمان مثل هذا؟ فأين في هذا الزمان مثل هذا؟ وإن حصل أمثال هؤلاء. وإني ما بكيت على نفسي خشية أن، وإنني بكيت على نفسي أيضا خشية ماذا؟ أن يطلع الله عز وجل على قلبي وقد تلقبت بهذا الاسم. أنت تقول لي رافضي، إذا قبلت أخاف الله يطلع على قلبي فيرى أنني لست مؤهلا لأن أحمل لقب رافضي. لاحظوا، يقول: خشيت أن يطلع الله عز وجل على قلبي وقد تلقبت هذا الاسم الشريف على نفسي، فيعاتبني ربي عز وجل ويقول: يا عمار أكنت رافضا للأباطيل؟ تريد رافضي؟
أكنت رافضاً للأباطيل عاملاً بالطاعات كما قال لك؟ فيكون ذلك لي مقصراً في الدرجات، إن سامحني وموجباً لشديد العقاب علي إن ناقشني. يعني ليش أتسمى بهذا اللقب؟ طيب فكيف ينجو عما؟ لاحظوا، قال إلا أن يتداركني موالي بشفاعته، إلا أن تشملني شفاعته. وأما بكائي عليك فلعظم كذبك في تسمية بغير اسمي وشفقتي الشديدة عليك من عذاب الله أن صرفت أشرف الأسماء، رافضي أشرف الأسماء أن صرفتها إلي، وإن جعلته من أرذلها كيف يصير بدنك على كيف يصبر بدنك على عذاب كلمتك هذه. فأخبر الإمام الصادق بما فعله وما قاله عمار الدرمي، فقال الإمام الصادق عليه السلام لو أن على عمار من الذنوب ما هو أكبر من السماوات والأرضين لمحيت عنه بهذه الكلمات، وإنها لتزيد في حسناته عند ربه عز وجل حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرة. الرافضي هو الشيع، ولاحظ كيف أن التشيع مقام عظيم وفيه مراتب، وينبغي أن نعلم في لسان أهل البيت أن الإيمان بالمعنى الأخص على 10 درجات، التشيع مقاماته على 10 درجات، وعلينا أن نسأل أنفسنا في أي درجة نقف. الإمام عندما الإمام الرضا عليه السلام عندما يوجه الشيعة في أن مرتبة التشيع أعلى، بينما مرتبة المحب لعلي أدون، ومرتبة الموالي لمحب علي يعني محب المحب أدون. إذا التشيع التي هي مرتبة الرفض أقصى وأعلى مراتب الإيمان بالمعنى الأخص. تأملوا هذه الرواية الرائعة عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، له 10 مراقي يرتقي منه مرقات، فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شيء، لا تسخر من أخيك، كل واحد إليه مقامه وله رتبته، إلى أن يقول، لاحظوا، إلى أن يقول، قال وكان سلمان، سلمان بن محمد في العاشرة، يعني وصل شنو؟ أقصى مراتب التشيع، وكان سلمان في العاشرة، وأبو ذر في التاسعة، والمقداد في الثامنة، هذول الكوكب الذين كانوا حول علي عليه السلام، ومع هذا مراتبهم متفاوتة. إذا كان سلمان في العاشرة وأبو ذر في التاسعة والمقداد في وين؟ في الثامنة، نحن أين؟ يجب أن نتساءل. السلم من 10 مراتب، علي أن أعرف مقامي من إمام زماني. هؤلاء الذين جاءوا للإمام الرضا مباشرة أخذوا الرتبة العاشرة، قال لهم الإمام مسددا موجها إنما شيعة علي الحسن والحسين وعمار والمقداد وأبو ذر، ذولي أصحاب المراتب العالية، أما أنتم فقلتم بألسنتكم وخالفتم بأفعالكم. إذا الإمام في مقام ترشيد سلوك الشيعة، ولهذا وضع الإمام مجموعة من المعايير لضبط مسيرة التشيع عند الفرد. تشيع له ضوابط، عندما يقول الإمام شيعتنا معاشر الشيعة إنكم حسبتم علينا فكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. يجب أن يكون المؤمن مرآة عاكسة لجمال إمامه، لجمال ماذا؟ أئمته عليهم السلام. إذا كنت في زمن صاحب الأمر روحي فداه،
فيجب أن تكون مرآة يتجلى فيها جمال المولى، فتعكس ما يحب هو الفداء. أيضا في زمن الإمام الرضا كان الأمر هكذا. ولهذا يا أحبتي هناك معايير ذكرها أهل البيت. واحد من المعايير يقول الإمام الصادق عليه السلام: امتحنوا شيعتنا. يعني إذا أردت أن تعرفهما شيعيا أو ليس بشيعي كيف نختبره؟ قال: امتحنوا شيعتنا عند الثلاث، عند مواقيت الصلاة. شوفوا، من المحافظين على صلواتهم أو ممن يسوفون في الصلاة ويشتغلون بالدنيا ويرجمون أمرها. الشيعي محافظ على الصلوات في أوقاتها. قال: عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها؟ بعد: وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عن عدونا؟ الأسرار العتلية والأسرار أسرار المؤمنين، أكو أسرار لها علاقة بالدين والمذهب، لا ينبغي أن تخرج من المذهب إلى غيره، لأن الغير قد لا يكون مؤهلا لحملها أو تقبلها، فيكون ذلك سببا لانحرافه. بعد قال: وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها؟ هذه معايير يجب أن نختبر أنفسنا. ولهذا يا أحبتي الرواية تؤكد على أن الإمام المعصوم يعتبر ميزان، ميزان يقوم فيه السلوك. إذا رضي إمام زمانك عنك فاعلم بأن الله راضي. ولهذا صفوان الجمال في قضية مع أبي الإمام الرضا عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام، التفت له الإمام الكاظم فقال: يا صفوان، كل شيء فيك حسن، ما خلا خلة واحدة. خطير الإمام لما قال كل شيء فيك حسن، لو سكت الإمام لكان قطعاً من أهل الجنة، لكن لما قال ما عدا صفة خلة واحدة، قال: ما تلك يا رسول الله؟ قال: كراءك جمالك لهذا الطاغية هارون الرشيد، لأنه كان جمالا، يعني لديه جمال كثر ويؤجر الجمال، فكراءك جمالك إليه هذا ليس حسنا. قال: سيدي، ما أكريته أشرا ولا بطرا، إنما أكريته لهذا الطريق إلى الحج، يعني أجرته الجمال بالمئات إلى الحج. فأراد الإمام أن يبين خطأه أين، فقال: يا صفوان، ألا يقع كراءك عليهم؟ يعني أجرهم لهم؟ قال: بلى. قال: ألا تحب بقاءهم حتى يعود إليك كراءك؟ قال: بلى. ما تتمنى مثلا ترجع لك الجمال إنهم يبقون على الأقل في هذا الزمن هؤلاء الظلمة؟ قال: بلى. قال: أنا أحب بقاءهم حشر الله معهم. ثم تلا قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم ما لا. الرجل يوم ثاني باع الجمال كافر، كل الجمال تخلص منها بتمامها. ليش؟ إمام الزمان يا أحبتي معيار. الإمام الرضا عليه السلام يؤكد على أن التشيع والنسبة لهم عليهم السلام تحتاج إلى سلوك، تحتاج إلى عمل، وليست مسألة ادعاء. الادعاء سهل، ولكن الحقيقة علينا أن نراجع جميعا أنفسنا، علاقتنا مع الله، علاقتنا مع إمام زماننا، علاقتنا مع والدينا، علاقتنا مع أرحامنا وإخواننا، علاقتنا مع القرآن على مستوى أحكامه وحدوده وأوامره وضوابطه. ما مستوى الارتباط بالقرآن؟ أنعمل بالقرآن أو أننا نخالف أحكام الله؟ الإنسان الشيعي إذن هو إنسان له ما له من مرتبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا على ضوء ترشيد
الإمام الرضا الرؤوف بشيعته أن نعاود النظر إلى نفوسنا من أجل أن نحقق مفهوم التشيع الحقيقي، أن نكون رافضة بالمعنى الذي يريده أهل البيت عليهم السلام، المعنى الشريف الذي يعلو به قدر الإنسان وترتفع درجته ويعلو شأنه عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بحق ولايتهم والممتثلين لأمرهم، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.